تخطط أوكرانيا لإجراء مناورات عسكرية جديدة باستخدام الذخيرة الحية من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات بوك إم واحد، وذلك بالقرب من شبه جزيرة القرم المحتلة من قبل روسيا. وبحسب وزارة الدفاع الأوكرانية، فإن المناورات ستجري بمنطقة خرسون المحادية للقرم جنوب البلاد. خلال هذه المناورات سيستخدم أيضا نظام صواريخ S-300. نخطط لإجراء التدريبات بمشاركة وحدات الدعم الجوي والوحدات الجوية القتالية، وحدات الدعم والإسناد الجوي، وبمشاركة قطاعات مختلفة من القوات المسلحة الأوكرانية التي ستكون مهمتها إجراء مناورات تكتيكية بالطائرات وتنفيذ وحدات الاتصال، مهام توفير الدعم اللوجستي لسلاح الجو. وحدات سلاح الجو ستجري تدريبات شهرية هدفها القدرة على التمركز بمواقع جديدة. سيكون هناك أيضا عدد من التدريبات التكتيكية الخاصة على تنفيذ عمليات إطلاق طائرات استطلاع من دون طيار.